Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضرار أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزتها فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موضع مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أدوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عتماء برحمتك الخاصة فلا تخرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعادم راية دين القويم جميع أقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهل مامورة مانا وزورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر
للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق من جميع النواهي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونسرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا بالعمل بدعاتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفنا وتوفنا خير مفتون ولا محدول واهد لنا منك بخير وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهد لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kita tutup seperti biasa dengan talqin dzikir afdalu ma qultu ana wan nabi min qabli لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة هو القبول الفاتحة Dengan berakhirnya talqin dzikir tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang hari ini ulang tahun, kita doakan yang pertama adalah untuk Ananda Wandah Novia Renata, alamat Lebak, RT 1 RW 4, Pakis Aji Jepara. Kemudian Muhammad Zen Mukokiki, alamat Desa Bucu RT 03 RW 05, serta keluarga besar daripada Majlis Nuruddin yang ulang tahun atau Mohsinizer, mudah-mudahan diberi umur yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, kehidupan yang barokah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Dan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Alhadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin SAW. Bismillahirrahmanirrahim.